قد بذلت بلادنا بصفتها مستوردة للعديد من المواد الكيميائية المستنفذة لطبقة الأوزون جهودا معتبرة، ونجحت بصورة كبيرة في الوفاء بالتزاماتها الدولية. أعلمكم أن دائرتنا الوزارية هذا العام تحتفي باليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون تحت شعار بروتوكول مونريال للحفاظ على برودة طعامنا ولقاحنا، وذلك لتسليط الضوء على أهمية تطوير حلول أنظمة التبريد لتكون أكثر نجاعة وأكثر ملائمة للمناخ وأقل تكلفة للشراء وكذلك الاستغلال. يهدف برنامج الفعالية الطاقوية في البناء في آن واحد إلى الموائمة بين تخفيض استهلاك الطاقة والمساهمة في مجهودات التقليل من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، عبر تنفيذ محورين هما تحسين العزل الحراري للبنيات، وهو ما يسمح بتقليل في نفس الوقت استهلاك الطاقة لهذه الهياكل واللجوء لتجهيزات التدفئة والتكييف التي تستهلك قليل من الطاقة، مراجعة الوسم الطاقوي والتجهيزات لا سيما تجهيزات تبريد الثلاجات والمبردات والمكيفات عبر إدخال العتبات الدنيا للأداء الطاقوي، مما يسمح في نفس الوقت بحيازة تجهيزات أكثر نجاعة وإدخال تكنولوجيات تستعمل سوائل تبريد محافظة على طبقة الأوزون.